أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد